معنى آية إن النفس لأمارة بالسوء. قال الله تعالى في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ويبحث الكثير من المسلمين عن معنى آية إن النفس لأمارة بالسوء وشرح مفرداتها مع بيان ما اشتملت عليه من فوائد وهدايات ينتفع بها المسلم في دنياه وآخرته. إن معنى آية إن النفس لأمارة بالسوء أي هو ما أقدم على تزكية نفسي، وقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء أي بالذنوب والمعاصي ومستقبحات الأمور وما لا يحب الله ولا يرضى. إلا ما رحم ربي بمعنى من عصمه ربي من الوقوع في المعاصي. وجاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي فقال يوسف عليه الصلاة والسلام عند ذلك: وما أبرئ نفسي من الوقوع في الخطأ والزلل فأقوم بتزكيتها. إن النفس لأمارة بالسوء بمعنى النفس أمارة بفعل المعصية. إلا من رحم ربي أي إلا من رحمه ربي فعصمه من الوقوع في المعاصي، والمقصود بذلك الملائكة ممن عصمهم الله تعالى فلم يغرس فيهم الشهوة كبني الإنسان. وقيل إلا من رحم ربي إشارة إلى الحالة العصمة التي أوجدها الله تعالى عند رؤية البرهان، ويفسر ذلك ختام الآية بقوله تعالى: إن ربي غفور رحيم. وقيل في معنى إن النفس لأمارة بالسوء معنى أن النفس هي واحدة النفوس، وهي نفوس العباد لا غير، تأمر النفس بما يطيب لها وتهواه، وإن كان هذا الهوى في غير ما يرضي الله تعالى. إلا ما رحم ربي يقول إلا أن يرحم الله ربي من شاء من عباده وخلقه، فينجيه من اتباع هوى النفس وطاعتها فيما تأمره به من السوء والذنوب والمعاصي اليومية. والمراد بقوله تعالى إن ربي غفور رحيم معناه شديد المغفرة، يصفح عن ذنوب من تاب من العباد من الذنوب والمعاصي بتجاوز عقوبته لما اقترف من هذه الذنوب والمعاصي وبستره له. رحيم به بعد إنابته وتوبته أن يعذبه ويقتص منه عليها.